قرار اللي نأخذ واللي تم الإعلان عنه من بضع ساعات من 8 دول من أوبك بلس يبين ويوضح أن في تعاون مثمر بين الدول الأعضاء في أوبك بلس. القرارات مثل هذه اللي هو على تمديد الخفض هي قرارات تنأخذ بناء على دراسة السوق الديماند اند سبلاي، والوضع الحالي للسوق يبين ان هالنوع من القرار كان مطلوب وانأخذ. اتوقع في المستقبل وبناء على دراسة السوق قرارات سواء مشابهة او غيرها ستؤخذ من الدول الاعضاء في منظمة اوبك بلس. هل ممكن مثل هذا القرار وهذا التمديد يؤثر على الاستثمارات في القطاع؟ لا أنا ما أظني، لأن مثل ما نحن شفنا في بعض الخطابات اللي قدموها أصحاب معالي الوزراء، نحن نشوف الانرجي لاندسكيب، نشوف في زيادة في الطلب على الطاقة. حاليا نحن نشوف ترند جديد اللي هي مراكز البيانات، شفنا أن في تزايد هائل في عدد مراكز البيانات سواء في المنطقة في الشرق الأوسط أو على مستوى العالم. هالأرقام نحن نشوفها في زيادة في الطلب على الطاقة، ونحن صراحة نحتاج كل نوع من مصادر الطاقة سواء كانت المصادر التقليدية من النفط والغاز أو المصادر المتجددة أو الطاقة النووية. طب أعرف من حضرتك تحديث لأرقام المساهمة بالنسبة للإنتاج من الطاقة المتجددة. في دولة الإمارات نحن اليوم عندنا الحمد لله ياسين ننتج تقريبا ما يقارب 6 جيجاوات من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى 5.6 جيجاوات من الطاقة النووية. وكان في قانون صدر من مجلس الوزراء قريبا اللي يسمح بتركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل المباني والمصانع في 7 إمارات. سابقا كان هذا البرنامج مطبق في إمارة دبي ضمن برنامج شمس دبي، وحاليا القانون يغطي 7 إمارات. فنحن نشوف زيادة كبيرة في عدد الألواح الشمسية المركبة على المنازل والمباني إن شاء الله قريباً.